احنا هنضطر نبدأ دلوقتي. أولا أنا بشكر حضرتك دكتور جميل إن حضرتك موجود معانا ومشرفنا، وبشكر جميع الحضور الكرام إن هم موجودين معانا في ورشة من ورش إيميرج أفريقيا بالعربي. في الأول الدكتور جميل أفنيز هو أستاذ مشارك في مجال تكنولوجيا التعليم في علوم الحاسب من جامعة غرناطة بأسبانيا، حصل على الدكتوراه سنة 2005. كان مجال دراسته مسؤول عن تطوير برمجيات التعليم الإلكتروني، وكمان عامل كمدير لمركز التعليم الإلكتروني وعميد للبحث العلمي في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم فلسطين، وحاليا محاضر في قسم تكنولوجيا التعليم. الدكتور جميل يعني اشتغل في مناصب عديدة إدارية منها رئاسة الدائرة وعضوية مجلس الجامعة ومجالس الأكاديمية. الدكتور جميل له أكثر من 12 كتاب في التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم، ونشر أكثر من 50 بحث في مؤتمرات ومجلات دولية حول مجال التعليم الإلكتروني والموارد التعليمية المفتوحة ونظم إدارة التعلم ونظام مفتوح. وهو مقيم برامج أكاديمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة التعليم العالي بفلسطين. يشارك في عضوية العديد من لجان المؤتمرات والدوريات، وقام بتحكيم العديد من الأبحاث في المؤتمرات الدولية، وحكم أكثر من 16 رسالة ماجستير ودكتوراه. شارك الدكتور جميل في تدريس العديد من الدورات، وقد وضع خطط لبرامج الأكاديمية في تكنولوجيا التعليم والمعلومات ومصدر المعلومات. حاليا احنا بنرحب بالدكتور جميل معانا عشان هناخد ورشة إن شاء الله عن الموارد التعليمية المفتوحة من المنظور التقني. دكتور جميل شكرا أشكرك على وجودك معانا، وإن شاء الله المايك مع حضرتك يا فندم. أشكرك جزيلا، مسموع صوتي إن شاء الله. لو الصوت وصل يا جماعة لكل الناس بعد ما حضرتك كل واحد يكتب في الشات واحد، هكون دكتور جميل متأكد. بس أنا بسأل قديش مدة اللقاء؟ لمدة ساعة يا فندم. لمدة الساعة. نعم أوكي. السلام عليكم جميعا. ويعني أنا بشرفني شارك في الورشة ونعطيك بعض المعلومات اللي بتخص الموضوع. صحيح انه انا في يدي ملفين للمشاركه، الملف الباوربوينت هذا هو قليل يعني، وفي الملف الاصلي اللي احنا بدنا نتكلم عنه ونوريك اياه اولا باول. موضوعنا احنا يعني موارد التعليم المفتوحه، بالنهايه هي ملفات. يعني سابقا كان الموضوع متعلق باوراق ومسموح تصويرها ومسموح، احنا يعني الان نتكلم في عصر الامور الرقميه. وبقول لك دائما يعني انه يعني ممكن تنسخها، ممكن تكيفها، ممكن تقطعها وتاخذ الجزء اللي بدك اياه، المهم ان تحفظ بحق الاسم لاصحابها. بس في يعني احيانا بيواجهنا مشاكل، يعني مثلا ملف بي دي اف من نوعيه معينه، حتى لو قيل لنا انه يعني هو اوبن، هو اوبن اني اعمل له شير، انه اعمل له يعني مشاركه. اما اذا بدي انا اتدخل في تجزئه وفي تغييره وفي تكييفه ضمن سياق الثقافي لبلادنا وللغتنا، ما هو صعب. فيعني وهكذا يعني مثلا عندنا فيديو، يعني سامعين يعني صوتي معقول ما واضح؟ حدا لو بالصوت ولا لا؟ ما في حدا بالصوت؟ الصوت واضح يا فندم. طيب ممتاز، ما هو لازم كل فترة نذكر. نعم. الحين مثلا لو عندنا فيديو، وهذا الفيديو في عندنا النوتيشن تاعه باللغة الإنجليزية، وهو باللغة الإنجليزية يعني الصوت بالإنجليزي والكتاب باللغة الإنجليزية، وهو أصلا هيك مصمم. بمعنى يعني انه كل جروب يعني از ا فيديو. طب انا لو بدي احط الترجمه العربيه بضطر اغطي بالانجليزي واعمل خط اسود او غيره، وبالتالي هذا بحد من يعني من امكانيات ما يسمى المفتوحه الاوبن. فالاصل الاصل يعني الاصل في الموارد التعليميه المفتوحه انها اوبن من حيث الرخصه، وهي اوبن من حيث يعني المايندد، ومن ناحيه المخ، ومن ناحيه التفكير، ومن ناحيه انه انا يعني ما فيش ما يعيبني ان اشارك ما بيدي مع الاخرين الى اخره. وايضا هي تقنيا تكون اوبن، ما اذا مش تقنيا اوبن بضل محصور انا بس في الشيرنج. اللهم يعني بيجي بقدر اعمل له انا شيرنج وانتهى الملف، وما بقدرش اعمل ولا حاجه ثانيه. قوه الاوبن educational resources
الموارد التعليميه المفتوحه قوتها اتيه من امكانيه تقييفها وتجزئها، لانه مثلا في احيانا الفاظ ومصطلحات احنا لا نستخدمها في البيئه العربيه او البيئه الاسلاميه، وبالتالي مضطرين نستخدم. اذا انا لا مش مسموح لي تقنيا برمجيا بمعنى بالبرامج السوفت وير اني انا مد يدي واغير فيها مشكله. عادة يعني الأوبن أو المفتوحة بصورتها الطبيعية أن تكون تستطيع أن تغير ما تشاء كيف تشاء. طبعا هذا النوع الأوبن برخص الكاملة، الرخصة الكاملة، إنه بس اللهم حافظ حق الاسم. يعني هذا الجزء أقول عنه إنه أخذته من المصدر أو التوثيق الفلاني أو التوثيق إكس. هذا يعني شيء روعة الأوبن إدوكيشن ريسورس أو الموارد التعليمية المفتوحة. طيب إحنا يعني في كثير من الأساتذة، كثير من العوائق يعني بفهمش في هذا الموضوع، وبصفي إنه يعني يا يعمل شيرينج لهالمورد أو المصدر كما هو أو لا، يعني هذا بيعتبروا إنه هذا قادر عليه. أما التعامل مع صيغ الملفات وشو ما يجب إلى آخره يعني يتعامل معها لا يستطيع أو يبتعد، لأنه يعتبر هذا الموضوع شوي تقني اي تي وهو كمبيوتر وهو مش كمبيوتر الى اخره. هلا القضيه الاكبر من هيك متعلقه بانه لما احنا ننتج مصدر او مورد تعليمي وبدنا نعطيه للعالم، للعرب الزينه او الناس الزينه او الى اخره، فهنا ايضا احنا اذا بنفهم يعني حكايه مساله المفتوحه الاوبن هاي من وجهه نظر تقنيه، احنا في كلمتنا انه احنا نضعه بالصيغه التقنيه الاوبن الكامله بحيث انه غير ما يستطيع تحريكه، يستطيع تغييره، تقطيعه، تركيب اجزاء من هنا ومن هنا او ترجمته على الاقل او الى اخره بسهوله دون مشاكل. طيب احنا الاساس الموضوع اللي انا اللي بشتغل اساسه أساس الموضوع هو كتاب اسمه الموارد التعليمية المفتوحة الاستخدام والمشاركة والتبني، كتاب جديد يعني 2018 سبتمبر يعني آخر 2018، وإلي يعني تأليفي وتأليف زميل إلي اسمه فتح السالمي بمشاركة بعض الزملاء في بعض الشابترز الفصول، وفي فصل كامل الفصل الخامس عن هذا الموضوع. و يعني الكتاب اساسا اوبن، يعني الكتاب هو اوبن بمعنى انه يعني مورد تعليم مفتوح بمعنى انه في امكانيه تنزلوه، وانا ممكن اعطي للزميل او يعني باي وسيله اللينك الوصله الرابط بحيث تستطيعون تنزلوا الكتاب كاملا. انا بدي اعلق على الشابتر الخامس. نعم كل شكر لحضرتك فندم على الاتحاد تعمين كويس. طب بارك الله فيك. كل شكرا لحضرتك على إتاحة المصادر دي يا فندم. وعلى همك. الحين احنا بعرفش بحكي شوي متاثرا بالعاميه الفلسطينيه، هل يعني كلامي مفهوم ولا بتحبوا احكي بالفصيحه نخلص؟ يعني يا استاذ احمد تفهم كلامي؟ بالنسبة لي الكلام واضح والكلام مفهوم، أغلب الناس كلام واضح. يعني طيب ممتاز. المحاور المحاضرة يعني هي أمامنا، أظن بتصوروا أمامكم، اللي هي الفصل الخامس موارد تعليمية مفتوحة من منظور التقني. في يعني نحكي عن تصنيفات الصيغ، صيغ الملفات بأنواعها راح نتحرك فيها الآن، وأنواع الملفات وإلى آخره من هذا الموضوع. يعني أنا بفترض إن إحنا حننتقل على الملف شير لملف جديد، فبدي أعمل نفس الخطوات اللي عملناها قبل قليل، أعمل شير للملف، فتحملونا دقيقة واحدة ممكن؟ تمام مع حضرتك. طيب ماشي. هاي ستوب شير، هاي الملف. دكتور في مشكلة ولا حاجة يا فندم؟ يعني أنا شاعر معلق
حضرتك بتعمل تضغط على الشير، تفتح ملف وتضغط على الشير. انا عارف ضغط، لكن ال مش عارف ليش يعني. حضرتك ممكن تبعت لي ملف على الفيس وانا افتحه هنا من عندي يا فندم. ان شاء الله تتعدل. تمام يا فندم. ببين الملف، اقصد الورد اه تمام تمام يا دكتور تمام. ممتاز. اكمل؟ اتفضل يا فندم. طيب نبدا موضوعنا كمان مره بانه احنا يعني نبحث في قضيه الملفات من حيث امكانيه التعامل معها كاوبن. هلا ممكن نقول لك والله هذا الملف او موارد تعليميه مفتوحه، تيجي انت بدك تتعامل معه، تستطيع لا تستطيع لا ترجمته ولا تستطيع يعني تجزئه ولا تجميعه مع غيره ولا 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 ولا. احنا هذا ممكن هذا موضوعنا نتكلم فيه. المتعلم دائما يستطيع الوصول للمواد التعليميه المفتوحه متى وجدها، يعني اذا وجدت هو يستطيع ان يتعامل معها. المشكله هي انه عدم معرفه المتعلم اللي هو المدرب مقدم العمليه التعليميه، هذولا كيف بدي استفيد استفادة قصوى من مورد تعليم مفتوح. فإذا كان هو تقنيا غير قابل مش أوبن، فبضل يعني يعني هو يفيد لكنه بضل محدود بغالبا بالشيرينج والمشاركة، لكن الترجمة والتجزيء والتركيب والتكييف إلى آخره بضل في مشكلة. إحنا صيغ الملفات عموما يعني في ويندوز، أغلبنا بيعرف ويندوز، في عندنا اسم دوت، يعني في عندنا اسم الملف دوت نقطة. الجزء هذا الامتداد هو الذي يمثل نوع الملف الاكستنشن أو فايل نيم اكستنشن، اللي هو يمثل فورمات أو تنسيق أو صيغة الملف اللي هو معمول فيه. طبعا صيغة الملفات هي أشكال وأنواع كثيرة جدا ولا يمكن تغطيتها في محاضرة واحدة، لكن احنا بنحكي عن أهمها كما قيل او كما في عندنا يعني مصدر انه في 900 صيغه لملفات الحاسوب. 900 صيغه احنا يعني نتعامل مع اهمها على الاطلاق. فمثلا ملف اسمه ليست دوكس، هذا ليست اسم الملف، الدوكس هو صيغه الملف او فورمات الملف اللي طبعا بالنسبه لنا هذه ايش؟ مايكروسوفت وورد النوع الجديد او يعني اخر النوع. أول موضوع بنبدأ فيه اللي هي مستندات البرمجيات المكتبية اللي عموماً زي الوورد وإكسل، وطبعاً في غيرهم، يعني في عنا هذا وورد وإكسل وشلتن وقضيتن متعلقة بمين بشركة مايكروسوفت وهو الأكثر استخداماً بالنسبة لبلادنا. لكن في عنا أيضاً جوجل دوك اللي هو الملفات يعني أو صيغ الملفات اللي بتعامل معها جوجل في دوكس الجوجل درايف، اللي ايضا شبيهه فيها في وورد واكسل وباوربوينت والى اخره الى اخره الى اخره. وايضا في نوع ثالث تماما تابع لينكس اللي هو زي مثلا اوبن اوفيس ولايبر اوفيس وفي غيره. المهم بالنهايه كل البرمجيات التي يطلق عليها برمجيات مكتبيه اوفيس، يعني بغض النظر تابع لمايكروسوفت ولا لينكس ولا تابع لجوجل ولا غيره، جميعها هاي جزء من التعامل معها يعني لحد ما معقول ومتشابه على فكرة. ولو جينا لمايكروسوفت بالذات كون أكثر استخداما، فيها صيغة دوك وفي صيغة دوكس، صيغة دوكس الصيغة القديمة شوية وصيغة دوكس الصيغة الجديدة. يعني أنت لو عندك ملف من 2013 وطالع وتخزنته وحتشوف أنه خزنه بصيغة دوكس، مش قضية. الآن عمليا لو فتحت برنامج الوورد وقلت له سيف از، راح تشوف آخر خيار أو أحد خيارات، بلاش نقول هو آخر واحد، لكن على الغالب إنه آخر خيار اسمه .odt Open Document Format. طبعا أغلبنا بينتبش للنقطة هاي، ممكن أحد يقول طب شو الفايدة؟ ما هو الوورد مفتوح. لا، الوورد مش مفتوح زي ما إحنا متصورين، يعني كما يجب. أعطيك مثال،
إذا خزنت برنامج ملف وورد، إذا تم تخزين ملف وورد من برنامج 2017 مايكروسوفت 2017 وجيت أفتحه من 2010 مش هيفتح. طب وأنا قاعد بحكي عن مايكروسوفت لمايكروسوفت، فما بالك لو جيت أفتح هذا الملف من الأطقم الأخرى اللي هي مثلاً قلنا عنها أوبن أوفيس أو لايبر أوفيس وفي غيره طبعاً، أو من جوجل دوك أو من غيره، فممكن ما يفتحهاش وغالباً ما يفتحهاش. إنما إذا خزنته بصيغة ODT يفتح من جميع البرمجيات التي يعني شبيهة بالويرد، سواء كان ويرد بكل نسخه بأي فيرجن يعني، وسواء يعني أي فيرجن يعني معقول مش قديم كتير، أو جميع البرمجيات الأوفيس الأخرى تستطيع فتحه دون أي مشكلة بتاتا. وإذا حبيت تجربوه جربوه، العملية بسيطة، افتح أي ملف ويرد وروح على ملف سيف أز، آخر ملف في نوع دور ODT. أنا يعني بتصور إنه إذا بشت يعني إذا بفتح الآن ملف ويرد ببين يا أستاذ أحمد. تمام يا فندم، بس هو احنا ممكن ننتقل، لان هو الموضوع بالنسبه لهم لو الموضوع محتاجين يطبقوا ممكن حد يقول واحد او حاجه زي كده يا فندم. لا لا، كلمتين سريعه عشان طول اقل. اوكي خلاص ماشي، هو يستطيع تطبيقه. طبعا في عندنا صيغه اخرى اقل استخداما ايضا اوبن هاي اف او دي تي، يعني اذا حب حدا يجربها اقل انتشارا لكنها ايضا مفتوحه، يعني يستطيع اي برنامج اوفيس ان يفتحها من اي شركه، يعني هاي بدنا نقولها يعني. فاذا يعني لو عندنا برنامج على مايكروسوفت وورد وفتحناه نقدر نخزنه على ODT ونفتحه من جميع البرامج الموجوده وانتهينا. طبعا هذا احد الوسائل، في وسائل برنامج الزمار www.zamar.com اذا حبيتوا تحولوا من صيغه لصيغه. طبعا هو في يمكن تحولوا من الوورد نفسه، ومعظم يعني البرمجات اوفيس فيها ملف سيف از تدور اوفيس ولا غيره دوروا في إيش اسمه ODT. طيب شبيهة جدا، يعني ملفات الجداول الإلكترونية الإكسل شبيه بالكلام اللي قلته تماما، ويعني نفس الحركات قلنا. اللهم من برنامج إكسل وما شابه، إنه في عندنا أيضا ODS بدل ODT ODS. نعم تستطيع التخزين بهذه الصيغة وتستطيع فتحه من أي برنامج يتعامل مع الإكسل شيت أو ما شابه. الحين نفس الشيء ينطبق على ملف العروض التقديمية البرزنتيشن، أيضا تخزنه بالODB. ODB إذا يعني حدا ما انتبهش للنقطة هاي دائما دائما في يعني بنفس الويرد أسف الباوربوينت وأمثاله باوربوينت من شركة مايكروسوفت أو غيره، غالبا في خيار التخزين اسمه ODB، وما تخزنته بصيغة تستطيع فتحه من جميع البرمجيات التي تتعامل مع الإكسل أو آسف الباوربوينت وأمثالها. طب هذه يعني كلها طبعا يعني في أمور مكتبية أخرى، لكن هو يعني لا يخرج عن إطار اللي قلناه، لا يخرج عن إطار اللي قلناه. لو دخلنا مجموعة ثانية اللي هي صفحة الإنترنت، الآن يعني افرض أن المورد التعليمي المفتوح وصفة الإنترنت ويب، صفحة HTML ويب، سواء كانت هي HTML مباشرة أو كانت أصلها صفحة PHP أو نت أو يعني الصفحات اللي فيها البرمجة، هاي هو حيفتحها عنا داخل جهازنا HTML. دكتور نعم، في سؤال من أحد الحضور الكرام أسامة أحمد بيسأل عن انتباه الأوفيس ده، هذه هل هي لا تؤثر على الملفات المتضمنة كالصور مع الكتابة؟ نعم لا تؤثر. لا تؤثر، أنا جربت عدة مرات وهي لا تؤثر وتحتفظ بتكاد تكون 100%. نعم أنا طبعا أنا ما بشوفش الأسئلة، يمكن أنا ما نبلش بالشرح. في إشي أفتحه عشان أشوف تعليقات أو أسئلة ولا بلاش؟ لا أنا مع حضرتك لو في أي تعليقات. أشكرك جزيلا. نكمل موضوعنا على الـ HTML كمان مرة، بنحكي عن مورد تعليمي بلغة HTML يعني ويب، يعني صفحة انترنت بلغتنا البسيطة. فكيف بدك يعني أنا طبعا ما بحكيش عن صفحة
محميه، لا ما يحكيش الموضوع بتاتا، لانه هناك الصفحه اصلا اوبن، يعني هو صاحبها بيقول لك اوبن، هي اوبن. ف عاده يعني احد السيناريوهات اللي ممكن تقوم فيها عشان تتعامل معها بلغتك او بطريقتك او جزء منها ناخذ وبدناش ناخذ جزء اخر، انه تنسخ النص وتلصقه في برنامج زي الويرد مثال يعني وامثاله، ها، ومنخزن البرنامج عندنا، ومن ثم ايش ممكن يعني البعض بدوش بالويرد، بده برمجيات زي يعني التعامل مع الويب زي دريم ويفر. ممكن بالمناسبه هي يعني للي مش مختصين ما يخافوش من اسماء هاي كبيره ولا حاجه، يعني برنامج دريم ويفر او فرونت بيج، فرونت بيج تبعنا مايكروسوفت يعني، او في حتى في برنامج بسيط ابسط شوي صغير اسمه كومبوزر شبيه بالدريم ويفر بس هو اوبن وخفيف وسريع والى اخره، في امكانيه يعني بكل بساطه يعني اشي على الويرد تحطه وتحط صور وتجهز الامور كانك تتعامل مع الويرد، وفي الواقع لما تقول له خزن بخزن ويب، بس ما عليك الا ترفعها او تشغلها عندك على الموقع. فيعني هن مش صعبات، هن شبيهات جدا بالتعامل مع الويرد، وبالتالي بتقدر تتحكم فيهن كما تشاء. وبالتالي عمليا يعني هذا سهل، يعني ممكن اسهل موضوع تقنيا يكون اوبن هو الويب. ليش؟ لانه HTML و HTML يعني بالصوره طبعا هو 5 الان اخر فيرجن، لكن هي ستاندرد عالمي، يعني هي معيار عالمي، يعني ما فيش مشكله تعامل مع اللغات عربي ولا انجليزي ولا غيره، هو مفتوح يعني اساسا، يعني ما فيش مشكله فيه بتاتا. بس من باب العلم بالشيء ممكن واحد يقول لك يعني احنا على اي متصفح بدي انا افتح المتصفحات، يعني اكثر اليوم متصفح استخداما كروم، وكروم بالمناسبه مش اوبن لكنه فري، يعني هو تقدر تنزله زي ما بدك وتشتغل عليه زي ما بدك، لكن هو اصلا مش اوبن. الاوبن هو الفايرفوكس، لكن هذا بيهمناش احنا، يعني هذا بيهم المبرمجين، بيهم اللي بيبرمجوا يعني الجزء البرمجي في الموضوع، بيهمناش انا كمستخدم لا بيهمنيش هذا ولا هذا ولا هذا. على كل حال هذا الاشهر متصفحات، ممكن احد يقول لك شو بدنا في المتصفح، المتصفح هو اللي بيفتح صفحة الويب، بتحلمش بغير هالموضوع، يعني المتصفح هو يعني 80% من استخدام النت عبره، يعني هو الواسطة. فعمليا كان في يوم ايام الفايرفوكس هو الاعلى قلبة نسبة، هلا هذه النسب ممكن تتغير مش قضية يعني، لكن هذول الانواع كروم وإج وفايرفوكس وسفاري وأوبرا تقريبا، يعني اذا عملت صفحة انترنت زي ما قلت انا او انت تفتح عن واحد، يعني تقريبا يكاد يكون 100% بيفتحوا صفحاتهم البعض، فيش اشكال، لانه بتعاملوا مع اوامر قياسية. هلا كان دائما في اشكال في انترنت اكسبلورر السابق، يمكن شوي حسنته الإج اللي هي مايكروسوفت، يعني بالنهاية احنا النسخة اللي بتعامل اليوم HTML 5، وممكن واحد يقول لي 5 يعني كل الامكانيات فيها الان كاملة على الاقل، يعني انا بقول مش بالضبط، يعني حتى 5 فيها تطوير مستمر، لكن الجيل الموجود هو 5، الصفحات اغلبها 5. اذا احنا الموضوع بسيط، انا باخذ الصفحة اللي بدي اياها، وفي امكانية مالي اخزنها، وفي امكانية اغير فيها واعمل بدي اياه، اقصد بدون يعني انا معتدي على حق الناس، حق الناس بدك تكتب تقول اخذته من كذا مش قضيه يعني. بس احنا امكانيه يعني ان انا كيفه في سياق اللغه العربيه وترجمته للغه العربيه، وانا احط اجزاء منه ومن غيره، انما بذكر من اخذت، هذا حق الشخص اللي اعطانا المورد. وبعديها بس يعني انا مجرد انا بخزن بالويب حتى من صفحه ويرد أو من برمجيات اللي حكينا فيها الثلاث الأنواع هاي اللي هي إيش؟ دريم ويفر، فرونت بيج أو كومبوزر. قلنا كومبوزر خفيف وسريع وحر وبلاش وآخره، تقدر تتعامل معه وتجربوه، العملية سهلة مش صعبة. المجموعة الثالثة اللي إحنا بدنا نشوفها من ناحية تقنية اللي هي الوسائط المتعددة.
ويعني حتى تعريف وسط جد ما زال في إشكال. فالبعض بيقول لك صورة لحالها مش وسط متعدد، الصورة مع الصوت، الصوت يعني الأصوات والموسيقى والصور، وإحنا خلاص كله هذا يعتبره وأنيميشن وصور متحركة وأفلام، وكله هذا كله مالتي ميديا. وهو موضوع يعني مش بسيط يعني شائك في هذه المسألة، باعتبار أنه في شركات كثيرة إلها صيغ، إلها قضايا طويلة. نحن نحاول نعطي يعني على الأقل يعني نوع من التوصيات في هذا الموضوع، ونبدأ بموضوع صور. والصور بالعادة أحياناً يعني أنت بتنسخ الصورة كما هي دون تعديل، وهذا فيش مشكلة في الموضوع. يعني غالباً المورد التعليمي لما بدي يقدم صورة أنت بتاخذها عادي. هلا إذا الصورة معمولة من ضمن أجزاء أخرى أنت اضطريت تاخذ جزء منها، يعني برامج زي البينت اللي هو في مايكروسوفت، وفي برامج كثيرة لها الموضوع سهلة، يعني سهلة أنك تحدد الصورة جزء بدك إياه وتاخذه. إنما أحياناً بدك تضيف نص توضيحي مكتوب عنك على الصورة، كلمة جملة بالعربية بالإنجليزية بدك تحطها أنت أو تترجمها. أحياناً بدك تستخدم برمجيات زي رسام، يعني رسام بدون موريكو بس يعني الأصل تعرفه، في إمكانية تجيب صورة وفي إمكانية منه أنك تقول له أعطيني أكتب، بعملك تعمل مربع اللي بدك إياه وتكتب ما تشاء بالخط اللي بدك إياه وكبر وصغر زي ما بدك. فهذا يعني أحد الأشكال، إنه أنا بدي أجيب نص لصورة، وإن بدي أخذ جزء. حكينا في الموضوع إنه البرمجيات يعني سهلة في الموضوع. الأصل واحد مع خبرة تعامل مع النت يوم يوم، حتى مع الفيسبوك بصير يعرف كيف يأخذ جزء من الصورة ينقلها لمكان آخر. وأحيانا يعني بدك تركب عدة صور، يعني شوي هذا بده شوية خبرة بسيط بسيطة يعني. أحيانا بدك تعدل الصور، نفترض يعني إضاءة أو ما إضاءة، هذا الموضوع ممكن يكون في يعني قادر عليه أنت. أحيانا أكثر من ذلك في هاي الحالة إذا هالمعلم يعني بتهمه الصورة كثير وهو مش قادر يعني أن يعدلها كما يشاء، يستعين بشخص بيعرف، ما فيش مجال أكثر من هيك يعني. الحين في عنا يعني معايير يعني بدك تفهم في الصورة، موضوع الانفتاح. يعني هلا في صور، في صور هن طبيعتها اللي هي الجي اي اف اللي بتحركها هاي متحركة، وفي الثابتة الجي بي جي والجي بي اي جي، هذول غالبا من جميع المتصفحات يعني مدعومين، بمعنى وين ما تحطهم في اي صفحة ويب بيشتغلوا تلقائيا ولا يحتاج منك ولا حاجة. هلا في انواع اخرى برضو بتطلع وغالبا ما، بس في انواع ممكن ما تطلعش. ف يعني يعني اي قضية بدنا نفهم الوضع الصور بدك تكون افضل لك تحولها ل جي بي اي جي او جي اي اف اذا كانت متحركة، ما تخليها بصيغ غريبة او قليلة الاستخدام، بحيث لما تحطها انت في مورد تعليمي ويجي المستخدم او الطالب بده يفتحها يقول له اعطي اجيب لي برنامج اللي بفتحها، مش بقدرش افتحها. فانت هيك ضيعت عليه فرصه تشوف الصوره. لا انت حطها بالاكثر برامج اكثر عموميه، جي بي جي وجي بي اي جي وجي اي اف وبعض الانواع حكينا عنهم مالهم، حكينا عنهم بيفتحهم بدون مشاكل. فهذه قضيه. قضيه ثانيه لما تكون صوره يعني هيفي يعني عاليه الوضوح، العالية الوضوح وحجمها كبير، لما تحطها في منطق يعني في 10 سنتي في 10 سنتي مش هتفرق تكون عالية جدا في الوضوح ولا متوسط الوضوح. يعني عالية الوضوح جدا اللي بتاخذ احجام كبيرة، هذه احيانا بيعرضوها على واجهة كاملة، على عمارة، مش على مستوى انك يعني الانسان يضيع 10 دقائق لما يحمل صورة. التعامل مع الويب ما بيزموش الكلام هذا، الصورة يعني في حدودها العادية تمشي أمورها. وفي قضية مسألة استيراد وتصدير، يعني تعامل مع الصور إنه في إمكانية أنا أحولها من صيغتي أنا إلى صيغة أخرى والعكس. وفي أمور بتخص الضغط ومضغط، هاي فك ومفك، يعني إمكانية إنه تكون أصغرها ونضغط عليها نكبرها أو نرجعها لأصلها، والأمور هاي للمعنيين بالأمر بقروا بقدر أطلع عليها. يعني في بعض التفاصيل التقنية
اللي عاده بضل يتعاملوا مع الكمبيوتر ومع البرمجيات الصور ومع يعني البرمجيات يعني المصادر التعليميه يعني بصير يعرف المسائل هذه، واللي بيعرف ايش بده يتعين بمتخصص فيش مجال. حكينا عن جي بي جي، صيغه جي بي جي او جي بي اي جي، الثنتين هذول الاكثر استخداما على المتصفحات، وهي مدعومه وفي شيء مشكله سريع التحميل، ومن نوع اللي هي يعني 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 مش كثير يعني حجمها، بمعنى انه يعني مش راح ترجعها لحجمها الاصلي اللي كان ضخم. هلا في صيغه بي ان جي للمعنيين بالامر، وغالبا هي مدعومه من المتصفحات، لكنها يعني مش كما سابقتها. جي اف مدعومه تماما، وهي صور اللي فيها نوع من الحركه، صيغه فيها نوع من الحركه، والى اخره فيها مصير كثيره في الواقع صعب ان نذكرها في محاضره واحده. فانا اعطيت على سبيل المثال، والمعني المورد هذا او يعني الشابتر هذا او الكتاب كله بحاله بماله احنا حنزودكم فيه. مثلا متصفح الفايرفوكس مثال بدعم كل هالنواع هاي، يعني بي ام بي للي بيعرفون الموضوع كثير متكرر، سي اف جي الى اخره. هذا الفايرفوكس انا كمان باب يعني المثال، يعني على سبيل المثال، وفي يمكن الواحد يبحث ويعرف شو انواع المدعومه، وين كان وشدد على جي بي جي او جي اف. والباقي يعني انا اعتبره يعني انت بتعقد المسائل لا اكثر اقل. ايضا في نصيغ مفتوحه تماما لبعض الانواع اللي هي او دي جي او تي جي او اف او دي جي الى اخره. هذه الانواع ايضا مفتوحه اصلا هي، وهذول الانواع اصلا مدعومين تلقائيا فيش مشكله، يمكن يستخدموا اي نوع من الانواع. الانواع الاربعه هاي مذكوره ممكن يعني حد يستخدمها. اظن في عندنا كيف يتم تحويل صيغه تنسيق صوره الى صيغه اخرى. يعني انا عندي صوره، طبعا في امكانيه حركات سريعه هيك انه انا الصوره بفتحها بعمل يعني سكرين شوت، يعني بمعنى انا بخزن الشاشه وبدخل على برنامج زي البينت او تبع مايكروسوفت او غيره، وبعمل وبخزن الصيغه اللي بدي اياها. هي يعني بس هذا ممكن تحد من الجوده شويه. في امكانيه الصوره نفسها انت تحملها على برنامج، والبرنامج يطلع لك اياها بنوع اللي بدك اياه. في عندنا برامج كثيره في الموضوع، يعني في زمار وفي مش عارف فايل زجزاج وفي اكس ان كونفيرت للي بيحب يجرب. يعني هذه البرامج بتفتحها وبقول لك حمل لي الصوره، بتحمل الصوره، هو بقول لك الان شو الصيغه اللي بدك اياها وبتطلعها بالصيغه اللي بدك اياها. هاي برامج يعني بتحمل على جهازك، وفي برامج على الويب نفسها زي في هذا مثلا imageonlineconvert.com وفي غيره. يعني احنا يعني هذا بيحول هذا البرنامج لحوالي 150 صيغه الى اخره. وطبعا الواحد يعني دائما ما يسلمش بالمكتوب فقط، هاي جوجل قدامك وبتكتب له how to convert مثلا فايل فورمات لبيكشرز، او بالعربي كيف انا احول من صيغه لصيغه الى اخره، حتلقى بعض البرامج ذات العلاقه. المجموعة الثانية من المالتي ميديا للأصوات والفيديو والصور المتحركة، يعني هذا شوي يعني بدنا نقول يعني درجة ثانية عن الصور، الصور الثابتة الواقفة أو الجي اي اف متحركة بس هي صور فقط. الآن نحكي عن احنا صوت وفيديو وصور متحركة ولا كلام. تصور الخيارات إنه أنا أنسخها كما هي، يعني أحيانا أنت في جزء فيديو بدك تنسخ كما هو، يعني هو بيعبر عن نفسه مش بحاجة لشيء. احيانا المقصود اني بدي اضيف سب تايتل. شو السب تايتل؟ يا انا بدي اترجم النص او بدي احط خط النص، يعني يفرض انه انا بدي اعمل ملف فيديو باللغه العربيه بيحكوا عربي قاعدين، وبروح انا عامل سب تايتل تحت باللغه العربيه كمان. طب لمين عربي وعربي؟ للناس اللي بيعانوا من مشاكل في السمع، هذول بيقدر يقرا الترجمه اللي هي اسف النص يعني اللي بيطلع العنوان اللي بيطلع تحت، انه شو بيحكوا هالعالم قاعدين.
وبالتالي يعني بيستفيد من الفيديو تماما كما يستفيد اي شخص. واحيانا انه هو بيحكي انجليزي النص وانا بدي احط النص يعني الفيديو بيحكي بالانجليزي وانا بدي احط النص بالعربي كلام الترجمه والتعليق وغيره وغيراته الى اخره. هنا اغلب وسائل متعددة فيها ان يعني في امكانيه انه يكون في ملف نص. يعني انت بتعمل في برمجيات كثيره في سبتايتل اد سبتايتل الى اخره بقول شو الملف. طبعا هذا الملف بيكون معمول بطريقه معينه وانا صعب اشرحه في محاضره زي هاي، انما الفكره في الموضوع هو نفسه بيكون مكتوب بالانجليزي. مثلا نفترض انه كل جمله نفترض لوحدها، فانت بتيجي بتعمل ملف عربي زيه وبنفس التنسيق، ولما تيجي تشغل الفيديو في من الادوات انك تحمل شيء سبتايتل وتقول له الملف حط له ملف العربي، بيطلع النص اللي تحت العنوان الترجمه اللي تحت تطلع بالعربي مش بالانجليزي. وطبعا في امكانيه برمجيات زي اس في جي وغيره انه في امكانيه يعني هذا البرنامج هو ايضا اوبن يعني VLC ميديا بلاير اللي ممكن هذا ايضا يكبر لك النص الترجمه يعني ويلونه اذا تحب لون معين الى اخره. فاذا كان الفيديو يعني يسمح بهذا الامر انه يسمح بتركيب ملف نص ما في اي مشكله، بتجيب الفيديو بالانجليزي باي لغه وبتحمل بتعمل لها النص بالعربي وبتحمله عليه ويكون الترجمه باللغه العربيه. هلا اذا بدنا نعمل بالصوت يعني في شغل اكثر من هذا صحيح، انه انا احمل الصوت ويطلع الصوت بالعربي اصلا يعني بده شويه يعني اختصاص ما في هذا الموضوع زي ما حكينا فيه. وفي برضه يعني كمان مره يعني يمكن لو واحد بيعملك هي مختص امامك حتعمل مش صعب بتاتا. احيانا الموضوع اكثر من هذا، انه انا بدي اخذ جزء بالفيديو وراقبه في فيديو اخر، وانا اقتضى انه اخذ من هالفيديو فقط مثلا 5 دقائق، الفيديو طوله ساعه، انا باخذ منه 5 دقائق وبحطه في جهازي، اقصد في الفيديو تبعي اذا كان، او اعرضه 5 دقائق فقط الى اخره. في حالة المقصود قص وحذف وتجزئة إلى آخره، الصحيح أنه يحتاج إلى شخص يعرف في هذا الموضوع، وهذا بعيبش يعني. هو الإنسان لما بدي يعمل مورد تعليمي مفتوح وعلى مستوى وبدي يستعين من 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 موارد تعليمية أخرى، مش بالضرورة يعني هو يعمل لوحده، أحيانا بالتعاون مع مجموعة 2 3. وإحنا إذا بنحكي عن بيئة جامعية، الجامعة عادة بتوفر يعني إنه شخص يفهم في الملتيميديا يساعد، تقول له اعمل لي كذا اعطيني كذا إلى آخره، بالنهاية ينتج منتج مورد تعليمي مفتوح على مستوى جيد إلى آخره. يعني كونه يعني هذه المواضيع التقنية كونها مفتوحة ما بتعنيش إنه كل شخص بدي يعرف كل شيء. إحنا يعني هذا موضوع بده تدريب أحيانا، وأحيانا بده اختصاص. الفلاشات او صور متحركه عموما يعني هو طبعا كان يعني زمان ادوب فلاش بلاير يستخدمها، واللي غالبا تنسيقه اس دبليو اف او اف ال في. بس الفلاش هي عمليا يعني تتجه للموت يعني انتهت يعني، وهذا اللي معلنت عنه شركه ادوبي انه يعني 2020 بتكون نهايه. طب كيف بيعرضوا هذول الجماعه فيديوهات؟ بتنعرض يعني بما يتلائم مع نسخة HTML5. HTML5 فيها ما يمكنها من عرض فيديوهات اللي هي زي الفلاش. ويعني أنا لا أنصح باستخدام الآن، لا أنصح باستخدام يعني مسمى فلاش بلاير هاي، اسف ادوب فلاش، لانه عمليا يعني هي انتهت. واذا موجود في النت بيكون هذا الشيء قديم، اما ما بنحط شيء جديد. طيب المجموعات زي العرضات المختصه اللي احدها البي دي اف. هلا البي دي اف احنا يعني مشروع عند الناس انه ما بتغيرش.
يعني انه هذا النص بتاخذه بقول لك يعني لا بتغير ولا بينزل ولا بسيح ولا بضلزم. هو هذا كلام مش دقيق صحيح. واحنا بكون عندنا ملف هو اصلا مسكر، وبنفتحه من ملف فيور او ريدر، زي يعني اكروبات ريدر، بنقول ريدر ريدر قارئ، وهذولا اساسا يعني من هن شيء لعبن في الـ في الـ يعني يعني شركه ادوبي لما تعطيك الريدر، ما هو ريدر يعني بمعنى لا يستطيع انه يعمل لك ايديتنج، ان تحذف والى اخره. طب في نعم البرمجيات الاصليه اللي بفلوس غالبا في امكانيه تفتح البرنامج، في امكانيه نحذف منه نضيف عليه ونعمل يعني بعض التغييرات، لكنه ليس مرنا بالشكل الموجود في وورد. يعني انت في الوورد الضربه واحده جميع الملف كنترول او اي كل الملف الان بيصير تحت الشغل، بقدر احوله بخط واحد مثلا 14 بحركه معينه بقدر اعمل سريعه وسهله ومرن بالكامل. هلا البي دي اف من صنعش لذلك، من عملش لاجل هذا، لكن مبدئيا في امكانيه تحذف تعدل ويعني توصل الى اخره. مبدا الامر في امكانيه، وبالتالي هو اكثر برنامج مش راح يكون مريح في قيام التعديلات، تركيب، تجزئه الى اخره. لكن عموما نعم عندنا، انا اسف المقاطعه، كان عندنا سؤال دلوقتي من أسامة أحمد برضو بيسأل هو كيفية الوصول إلى بحث الوصف الكاملة اللي بيحتويها مصدر مفتوح، يعني لتسهيل العمل على كل وسط الانفراد، في أدوات معينة بتسهل العمل ده؟ كمان مرة بعد إذنك، كيف يمكنني الوصول إلى مكتبة الوسائط الكاملة التي يحتويها مصدر مفتوح ما لتسهيل العمل على كل وسيط الانفراد؟ اذا مقصود يعني 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 الموارد التعليميه المفتوحه اللي بناخذها من الناس، هذه متنوعه واشكال والوان، ما فيها يعني يعني يمكن احنا يعني لو انا ممكن ما اعطتش مقدمه عن الموارد التعليميه المفتوحه باعتبار ممكن سبق غيري حكى في الموضوع، بس الموارد التعليميه المفتوحه قد تكون عباره عن ملف بي دي اف، قد تكون عباره عن ملف ايش فيتو، بس هو فيتو او شروحات اللي زي الويرد وغيره وغراته، أو باوربوينت أو فيديو صوت أو فلاش أو هذا وذاك معا يعني. فمثلا لو راح الشخص على MIS اللي هو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اللي هو الأشهر في هذا الموضوع، عنده حوالي 2500 مساق أوبن. لما نقول مساق نحكي عن يعني في نصوص، في فيديوهات، في بي دي اف، في اشكال والوان يعني، وفي ويرد اقصد ويب يعني صفحات النت، وفي وفي وفي. فانت هذا حسب طبيعه المورد، يعني المورد قد يكون والله الفيديو تاخذه وانا بدي اغير التايتل تبعه، بدل ما يطلع تحتيه بالعربي بدي يطلع بالانجليزي، بالانجليزي بدي يطلع بالعربي، او هو بيحكي بالانجليزي انا بدي اركب صوت عليه يحكي بالعربي. والرخصة بالغالب تقبل ذلك، يعني هو صاحب الفيديو معطيك الإمكانية إنك أنت تأخذ منه تحط عليه الصوت تعمل لك إياه، هو أوبن، لكن أمور تقنية هي الإشكال في الموضوع. طب ممكن ما فيش موارد تعليم مفتوحة في سلة واحدة، حسب طبيعة الموارد المفتوح. أنا هعمل حاجة دلوقتي بالنسبة لجميع حضور الكرام، اللي عاوز يسأل سؤال ممكن يكتب واحد بس وانا افتح له المايك يتكلم فيه كامل. افتح لأسامة احمد يسال السؤال بتاعه الاول عشان هو عنده توضيح عاوز يسال فيه. نعم صحيح. أسامة المايك معاك دلوقتي ممكن تتكلم. أسامة. ايوه السلام عليكم. دكتور انا كان قصدي مثلا يعني في كورسيرا هناك أداة ممكن تنزل فيها جميع كورسات أو عفوا جميع فيديوهات المساق كاملا في خطوة واحدة، بالتالي ممكن نأخذ كل فيديو ونعمل عليه الشغل اللي هو إحنا نريد يعني نشتغل عليه معين. هل موجود الكلام هذا بالنسبة لجميع الوسائط مهما اختلفت، لو كانت مثلا فيديو أو كتابة أو صوت،
حتى لو كان أدوات معينة للدخول إلى مثل برمجية المساق نفسه، هل هناك أدوات معينة من هذا الشكل؟ طيب أشكرك للسؤال. أنت تسأل بشكل عام عموميات، نعم الكورسيرا حكيت نعم وكلامك صحيح، لكن عمليا يعني 90% من الموارد التعليمية المفتوحة مش موجودة بشكل كورسيرا أو غيره. يعني هو المورد التعليمي المفتوح هو شرطه أن يكون مفتوح، بمعنى أنه صاحبه بيقول لك خذه ترجم سوي اللي بدك إياه الرخصة يعني. والشغل الثانية أنه يضعه أنه نستطيع الوصول إليه. فعمليا يعني أي ملف في الدنيا ممكن يكون مفتوح إذا رغب صاحبه بأن يوزعه. فبالتالي مش بشرط يعني يكون على صيغة كورسيرا. وإحنا أي ملف في ريح التعليم في إمكانية للاستفادة منه يعلمنا من الناحية الفعلية هو ماله ملف تعليمي. حياك الله. في أسئلة ثانية؟ لا يا دكتور. نعم؟ لا مع حضرتك يا فندم، حضرتك تقدر تفضل كمل فندم. أكمل إن شاء الله. أشكرك. نعم، يعني عملياً إحنا طب البي دي إف شو ممكن نعمله؟ هلا ممكن أضيف شروحات عبر برنامج يعني بي دي إف. هذا ممكن أضيف شروحات باللغة العربية طبعاً من برنامج يستطيع فتح الملف في وضع إيديتينج. طب ما هو ممكن الشخص بدوش يعمل إيديتينج إذا هو مش أوبن. ما هو إذا بيعمل على شكل صور ما عادش يعني سهل التعامل معه. أما بالبي دي أف العادي يمكن إضافة وتعديل إلى آخره. فممكن تحط شروحات بالعربي مش صعبة طبعا. ممكن أيضا تضع نصوص أو صور أيضا كذلك فيش أي مشكلة في الموضوع. ممكن تنسخه من الملف تضعه في الويرد ومش بي دي اف يعني تحوله لويرد برضه فيش اي مشكله الموضوع. لكن يعني احيانا هو معمول هيك بيطلع فاسد او يعني خرابيش بلغتنا يعني غير مفهوم. هذا مضطر تكتبه من جديد انت، لكن على الاقل معك رخصه يعني بمعنى انه صاحب الملف ما عندوش مشكله ترجمه وتكتب ما تشاء عليه. في عنا يعني ممكن نعمل شوي سريعا الان لانه الموضوع شوي صار الاي باب هذا يعني هو الاي باب يعني يمكن بعضه يعتبر شبيه بالبي دي اف لكن واقع الحال انه هو نوع اخر بيمشي على صيغه اكس ام ال واكس اتش تي ام ال. ويعني انا بس مبدانا سيناريوهات شبيهه ايضا بالويرد بالبي دي اف اسف. ممكن تضيف شروحات ايضا بالعربي عليه. في ايضا تحول ملف زي اي بي يعني مضغوط وبعدين تستخدمه يعني في البدكية. وفي امكانيه ايضا تنسخ نصوص او صور منه الى ملف ويرد وبالتالي تحفظه بلغه اللي بدك اياها اللي هي او دي تي وغيره. وفي احيانا برمجيات مختصه بتحويل اي باب لغيره لويرد لبي دي اف لغيره. بالتالي عمليا اذا حولته لويرد خلاص اصبح يعني سهل التعامل معه. وهي موجوده على النت يعني ممكن تدور على هذا الموضوع. هلا الاتش تي ام ال يعني في لغه قريبه من هذا الموضوع سي اتش تي ام ال والبعض يعني سي اتش ام. تكون هي الصيغه من صيغ الملفات الالكترونيه وهي ايضا كمان مره في امكانيه تعدل عليها. هي طبعا ما بتكون مضغوطه شبيهه بالويب فك الضغط واشتغل بدك اياه. في ممكن تنسخ منها صور وتحطها في الويرد وغيره يعني وان تغير فيها ما تشاء. وفي امكانيه تحول الصيغ يعني في برنامج اسمه Convert Files هذا بيحول من CHM لغيره والعكس صحيح. هلا الصيغ كثيرة وإحنا حبينا يعني زي ما تقول نعمل جولة حوالين أنواع الصيغ هاي ومنحبنا نعرض شوية حقائق عن موضوع التعامل مع الموارد التعليمية المفتوحة
انه ممكن يكون يعني في بيئه ويندوز وفي بيئه اللوكس، يعني مش بالضروره انه في واحد منهم. البرمجية مفتوح مصدر في ويندوز ولا في ولا في غيره هي نفس العمل، ما فيش مشكله في الموضوع. طبعا اذا حبيتوا بس تعرفوا انه البرمجية حتى تكون حره بدي 4 شروط. طبعا هذا ما بيعنيش انه قديش مسحك حريه، لا، بس مبدا الامر لا يكون الا اذا كان حريه تشغيل البرنامج. يعني انا بدي اخذ يعني طبعا انا بحكي عن برنامج اللي بيشغل البي دي اف او بيشغل الويرد او بيشغل الى اخره. متى نقول عن البرنامج انه اوبن؟ ممكن احد يقول لك طب هذا الموضوع ما له علاقه بالبرمجيات مفتوح المصدر. لا، له علاقه، لانه انا يعني عندي البرنامج مش مفتوح المصدر، معناته انا بالنهايه مكبل. البرنامج اللي بيفتح الملف، انا بنحكي احنا يعني احنا الان نحكي عن البرنامج وليس عن الملف. البرنامج بالغير لازم يكون يعني له حريه تشغيل بالبرنامج لاي غرض. ما بقدر اقول يعني هذا الموضوع في المجال الفلاني ممنوع ولا مسموح. كيفيه عمل البرنامج انا حر فيها، توزيع البرنامج انا حر فيه، وايضا اذا بدي اعدل البرنامج برمجيا اللي بيعرف البرمجه، البرنامج وليس الملف، هذا ما بيعلم بشيء. هلا يعني تمام الحريه والاوبن انه يكون الملف ماله هو اوبن والبرنامج اللي بيشغله اوبن، وكمان الملف يعني تقنيا اوبن بمعنى انه سهل تحريكه وتغييره تكييفه الى اخره. وفي امور اخرى صعبه في تضمن لضمان انه يكون اوبن تماما، اللي في قضيه الناس اللي عندهم اعاقات، اللي يعني مثلا انه يعني ممكن البرنامج اذا كان فيديو الشخص اللي ما بسمعش حيشوف بس مش حيسمع. اللي اعمل له انت العنوان تحت بصير كانه شافه تماما، يعني كانه يعني قرا وفهم تماما شو الموضوع اللي فيه. احنا بنحكي عن رخص البرمجيات الحره وغير حره والى اخره، بس احنا يعني بنحب نحكي عن منصات الموارد التعليميه المفتوحه. هلا الموارد التعليميه المفتوحه اليوم غالبا تنذكر جزئيا ضمن شيء اسمه موكس. موكس اللي هي الموارد يعني الموارد المساق الهائل اللي غالبا اجزائه هي موكس. موكس غالبا اجزائه هي موارد تعليميه مفتوحه، يعني هو بالنهايه مساق الكتروني. شو في فيديوهات مفتوحه، في كتب مفتوحة، في عندنا ويرد اكسل، في عندنا يعني أمور أشكال وألوان مفتوحة بالغالب، إحنا نحكي بالغالب. بس أنا يعني بحب يعني أروع منصات موكس. منصات موكس للفائدة أنتوا دكتور جميل. نعم دكتور جميل، إحنا معنا 5 دقايق إن شاء الله. نعم أنا معي، بس أعطيني 2 دقيقة أخلص الجزئية وخلاص. تمام. في سؤال أنا جاهز. نعم. يعني الموارد التعليمية مفتوحة بيقولوا لنا أو يعني يقال إنه أول ناس حكوا في الموضوع هو شخص يعني عملوا كيت وخيره في أمريكا وموضوع قريب والخيره. صحيح إنه أول ناس تعاملوا مع الموارد التعليمية المفتوحة هم المسلمين والعرب من ايام بغداد وايام الاندلس، اللي كانوا يفتحوا كتبهم وتفضل انسخ اللي بدك اياه، كان اوبن ولا يطلب الا انه اسمه يظل على الكتاب، ما كان اي امر اخر. وهذا يشمل تعريف يعني بعض الاوبن. احنا بس يعني شو تكونوا فاهمين الصوره، في عندنا كورس سايتس، في موديل، في يوديستي، كورسيرا اللي حكينا زميلنا مع شوي صغير ادكس، وفي عندنا أودمي وغيره وغراته. هذول هي موجودات كثير ورائعات، وخشوا ادخل عليها هين يعني القائمه هاي فيها مساقات بالطول وبالعرض. هلا هي اغلبها بالانجليزي، بس في مثلا زي خان فيها بعض مساقات باللغه العربيه، وفي بعض مساقات باللغه العربيه غيرها. يعني انا ذاكر اهم المنصات باللغه العربيه اللي فيها دروس مجانيه الى اخره. يعني انا سعيد
سعيد بلقائكم، وإن شاء الله يكون صوتي يعني كان مفهوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، أهلا وسهلا بكم. تفضل. كل الشكر لحضرتك نظر جميل، وإن شاء الله يعني حضرتك منورنا، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. إيميرجي أفريقيا على طول بترحب بيكم. يا ريت يا جماعة بعد إذن حضراتكم كل الناس اللي هي عاوزة تاخد كتاب الدكتور جميل بعد إذن دكتور جميل، إن شاء الله الرابط هيكون موجود، بس على الإيميل اللي أنت هتسجله. يعني كل واحد هيدخل على ملف التقييم للورشة، مجرد ما يقيم هاخد الإيميل بتاعه وابعثه إن شاء الله الملف بتاع الورشة بتاع الدكتور جميل. إن شاء الله. اللي عاوز يشوف أي حاجة عندنا في إيميرجي أفريكا احنا بنرحب بيكم، وعندنا اللي عاوز يدخل على قناه التليجرام الخاصه بالنسبه لنا، احنا عاملين قناه تليجرام باللغه العربيه بنشر عليها كل الايفنتات، وعندنا الرابط الخاص بالنسبه لنا اللي عليه قناه اليوتيوب، وعندنا كمان جروب بتاع الفيسبوك. لو انتوا عاوزين تشرفونا، ويا ريت كل الناس تعمل لنا متابعه بحيث ان احنا نشوف الورشه ونشوف كل الورش اللي احنا بنعملها حاليا وبعد كده، واحنا متطلعين منكم. اللي عاوز اي حاجه مثلا في إيميرجي أفريقيا يبعت لنا توصياته، واحنا ان شاء الله بنعملها. وشكرا لكم، وشكرا دكتور جميل، وشكرا لجميع الحضور الكرام على الورشه دي، ورب ان شاء الله تكون ورشه مفيده لكم، ونكون عند حسن ظنكم باستمرار. شكرا جزيلا، حياكم الله. العفو.